الغيبة أيضا من كبائر الذنوب، فإذا كان إذا اغتاب الإنسان رجلا واحدا فقط بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا، فإنه لا، فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة، لأن الغيبة من كبائر الذنوب، ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. والغيبة هي التي يسميها العوام أسبابا، يعني أن يذكر أخاه بما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما تقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها، فمثلا اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام، واغتياب العلماء الأمراء يعني ولاة الأمور الملك ومن دونه أشد من اغتياب من دونه. وبهذا نعرف أن هذه النشرات التي توزع بين الناس الآن نعرف أنها من الغيبة، وأن نشرها بين الناس من كبائر الذنوب، وأن الإنسان يأثم بها إثما عظيما، لأنها توجب أن يكره الناس من يغتيبوا في هذه الأوراق والنشرات، وأن يتمردوا على من يغتيبوا فيها، وتوجب أيضا إغار الصدور وإحداث الفتن، فهي والعياذ بالله غيبة لولاة الأمور من أكبر الآثام في الغيبة. فالذي ينشرها أو يصورها ويزعها آثم فاعل كبير والعياذ بالله، عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها، نسأل الله السلامة والعافية. لأن هذه الأمور لا شك أنها من داخلة في الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. ثم ما مصدر هذا الكلام؟ من قال إن هذا الكلام صحيح؟ من يقول هذا إنه صحيح؟ ولذلك يوجد في بعض هذه النشرات أشياء كذب شاهدناها نحن أنها كذب ليست بصحيحة، فتكون جامعة بين الغيبة والبهتان والعياذ بالله. ثالثا، ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق؟ هل تصلح الأمور؟ هل يقلع الناس عما وصفوا به في هذه النشرات؟ أبدا، لا يزيد الأمر إلا شدة. لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من كبائر الذنوب، وأن الإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليه، لأن حقيقة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهذا لا شك أنه ذكر من ذكرك أخاك بما يكره. ثم يتولد على هذه الغيبة مفاسد عظيمة، ليست كما لو اغتبت زيد وعمر، هذا يكون الأمر عليه شخصيا، لكن هذا يترتب أنه ضرر على المغتاب شخصيا وضرر على الأمن، لأنه يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور. فنحن نحذر من نشر هذه الأوراق، ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل كبيرة من كبائر الذنوب. ولو كنا نعلم أن الأمور ستصلح في مثل هذا لكان الأمر هينا، لكن الأمور ما تصلح، ما تزداد إلا احتكاك وكراهة لولاة الأمور وشر مستطير. نسأل الله تعالى أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.